كل سنة وبنت حضرتك طيبة فن. طال سيرة وسهل. أقدم لك نفسي طلعت عبد الله أكبر مشرفي مع إلكترونيات والكلاسيكي. مع رمزي يعني. طب ثانية واحدة. واضح إن حضرتك مش عارفني. ولذلك سبتني ومشيت. مع إني عرفتك بنفسي. أنت عايز مني إيه؟ يا رمزي. رمزي. أيوة بابا. رموز أكلم بابا بسرعة. أقدم لك الأستاذ طلعت. طب يا سيدي أعمل إيه يعني؟ تشربنا بابا شغلوا اي حاجه رئيس مجلس الاداره مدير الشركه نائب مدير الشركه ما تبنوا الشركه احسن ايه الكلام ده بقول لك ايه وتعلمها بكره استحبها كده شكرا مبروك مبروك في ايه طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص يسمع ببقك ربنا شكرا يا مرموزه لانه عبيط ده ولا ايه انا مش عارف ازاي انت بتفكري في الحاجات دي يلا تعالى يا حبيبي ما حدش واخد باله مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي يا راح تعمل ايه مع القطه ده رجالك اني فيهم ده دي القعده اللي انتوا جايين تقعدوها ان بعض الظن اسمها هاي استاذ بوي فريند ايه اللي جابه هنا قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور هدى امي نورسيك من كلام الفاضي ده عشان خاطري سيبني شويه باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان اخاف من ايه يعني تكون حاجه كده ولا كده ولا ايه خليك في نفسك لو سمحت وانت يا ست خلصينا الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي ايوه ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي بتقول ايه يا استاذ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده كملي في تعبان في حياتك من اسمك على طول مش قلتلك اهو لا ده انت زودتها قوي والتعبان ده موجود بيناتكم هنا ما هو هو وائل عرفناه خلاص ايه يا حبيب ايه يا تقيل بقولك ايه ما يغركش الشياكه اللي انا فيها انا اساسا معفن علاجك عندي طب حاسب لا تتعدي بقى الله الهديه لا الهديه مش كده معقول لا 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 ايه يا استاذ طلعت هاي اتفضلي ايه يا استاذ طلعت مالك متوتر ليه كده هو ده الاوتوبيس اللي هيودينا العين السخنه ده ما يوديناش اساسا الاشاره الجايه يا استاذ طلعت ده الاوتوبيس ده رايح جاي على العين السخنه لما ولع ماشي وفين السواق بتاع المرجيحه دي قال لي راح يشرب حجر شيشه هناك كده اهو اهو جاي هناك اهو هو ده السواق ايوه كان بيشرب شيشه ايوه المفروض يشرب جلوكوز ما هو جايب معاه ورابط دماغه ليه لا ابدا اصله اتقلب مرتين امبارح وجبته ليه لا يا بيه احنا واخدين على كده القلب ده حاجه عادي عندنا مش قلت لك يا استاذ طلعت ده راجل قليب جامد ابقى قابلني لو طلعت رحله بعد كده ميدو مش لما نرجع من دي الاول لما نطلع ده الاول والله اوتوبيس جميل قوي يا استاذ طلعت يا حبيبي يا اوتوبيس بتوصل الاوتوبيس اوعى التلج يلسعك اوعى السودا تشلفتك زوز يا ميدو الازوز بالنص لا يا حبيبي احنا متفقين على بعد التلج والمشال وتنشف في مياه خدمه ميدو اطلع بيع اوعى السودا تشلفتك يلا يلا يا اسطى اتفضل استنى على فين بس يا استاذ بيزو ايه ما انت عارف عايزين زقه معلش يا اسطى نسيت يا اخوانا اللي جوه ايوه ولع الدوز اخوانا اللي جوه معلش زقه كده معلش يلا يا حبيبي يلا مرسي يلا يا استاذ يلا اخوانا يلا اللي جوه ولا الاسى ولا يلا معلش زقه كده معلش